اللعبه دي ليا 6 بس خطوات عشان اعدي الناحيه التانية. طبعا انا اكيد لازم اكسبها لانها سهله بالنسبه لي. يا حبيبي الشمال، يا حبيبي يا حبيبي الشمال الناحيه التانية. طب اطلع، ايوه ايوه خطوه كده المفروض، صح كده، اطلع فوق كمان خطوه، ايوه يا حبيب قلبي، خطوه واحده عند البتاع اللي هي مكسوره دي، انت هتشلني، انزل تحت يا لهوي يا ابني، انت بتروح فين؟ بالله عليك ركز معايا عشان نكسب، عشان ما نشمتش الاعداء فينا. ايوه اطلع فوق خطوه خطوه، ايوه يا لهوي يا ابني، انت يا ابني بتعيد الخطوه دي. طب تعالى شمال يا ابني، انت شلتني، انت المفروض تطلع هنا هنا هنا، حدش هنا يا جماعه، في الحته دي راحت فين؟ ايوه 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 هنا هنا هنا، ايوه يقف هنا هنا عند بتاع المكسوره دي عشان تتكسر ويعدي. لو هو عدى يبقى احنا كسبنا، فاضل لنا خطوه واحده. خسرنا، يخرب بيتك يا ابني، ركز معايا ماشي، هلعبوها تاني يا رب يا رب. بص انا عايزك تركز معايا عشان هما 7 خطوات عشان نحلوها، تمام؟ انا عايزك تيجي كده شمال، برافو برافو عليك، اطلع فوق سنة، مش مشكلة مش مشكلة، شمال تحت، قربنا قربنا قربنا. عايزك بقى تضرب جامد عشان تعدي، تعدي عدي بقى، عدي وسيبنا عدي، اضرب يلا. اوه حلو حلو، طب ارجع كمان خطوة، حلو كمان واحدة يمكن تتكسر، الله جامد يلا، فنان، محدش عارف يعملها في الابليكيشن. كسبت، انا مش متخيل انا كسبت، انت متخيل انا كسبت؟